استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز صباح اليوم بالقصر الرئاسي السيد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والعربية الجزائري الذي يزور بلادنا حاليا، وبعوثا خاصة من السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. وبعد المقابلة أدى الوزير الجزائري لقناة الموريتانية بتصريح استعرض خلاله أهم المواضيع التي تناولها اللقاء. تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس محمد عبد العزيز، وكنت حاملا رسالة من أخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهذه الرسالة كانت يعني رسالة أخوة صداقة ما بين بلدين شقيقين، وتطرقنا أثناء هذه المقابلة إلى العلاقات الثنائية ما بين الجزائر وموريتانيا الشقيقة، واتفقنا على أن تتم الدورة 18 للجنة العليا للتعاون ما بين الجزائر وموريتانيا في الثلاثي الثاني من هذه السنة، وسيكون تحضيرا جيدا لتقييم العلاقة وآفاق التي تنتظرنا لتعزيز وتوسيع العلاقات ما بين البلدين. كانت لنا كذلك فرصة للتطرق إلى الأوضاع التي تعيشها منطقتنا وبالخصوص في المغرب العربي. تطرقنا إلى آخر المستجدات في بلاد قضية الصحراء الغربية، وكذلك الوضع في ليبيا الشقيقة، وكذلك الأوضاع في الساحل. فما يخص كل هذه الملفات كانت يعني تبادل كالعادة، تبادل صريح ومفيد جدا. وتطرقنا كذلك إلى الترتيبات للقمة المقبلة التي تحتضنها نواكشوط للرؤساء ورؤساء الدول العربية، اللي هي يعني ستحتضنها العاصمة نواكشوط في جويليا المقبل. طرقنا كذلك إلى الوضع في الساحل، وبالخصوص في تنسيق لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تعرفها منطقتنا. حملني فخامة الرئيس محمد عبد العزيز برسالة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رسالة أخوة وصداقة وكذلك إرادة لتعزيز وتوسيع العلاقة الثنائية التاريخية الموجودة بين البلدين، وكذلك المشاورات و تبادل الآراء حول الأوضاع التي تهم منطقتنا، وبالخصوص كل ما يتعلق باستقرار وسلم بلدينا ومنطقتنا.